السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم تراحيب. كما نرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. مرحب بزميلي واخي سعود المعاضي، مرحبا بك يا ابو يا مرحبا يا اخوي عبد الرحمن، الله يحييك وحياكم الله مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة باذن الله بنتابع مع ضيوفنا في الاستوديو مواضيع مهمة ومميزة الى جانب مواكبة الاحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: وزارة الثقافة والرياضة تضع اللمسات النهائية قبل انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب. وزارة التعليم والتعليم العالي تفتتح المهرجان المسرحي المدرسي الأول على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر. إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية تطلق حملة تخييم آمن وذلك بمنطقة سيلين الساحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مشاهدينا الكرام، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، نظم منتدى الدوحة بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. فعالية منتدى الدوحة النسخة الشبابية في مركز طلاب المدينة التعليمية، ويهدف هذا المنتدى إلى الاستعداد لمنتدى الدوحة في نسخته 18، والمزمع انعقاده تاريخ 15 و16 ديسمبر المقبل. وقد شارك في المنتدى أكثر من 200 شخص من 8 دول مختلفة، وأكدوا خلال مداخلاتهم على دور الشباب في مناقشة القضايا العامة المعاصرة والتحديات الراهنة. وفي الشأن الثقافي، وتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلد المفدى، تنظم وزارة الثقافة والرياضة النسخة 29 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب. وقد نظمت وزارة الثقافة والرياضة بفندق الشيراتون لقاء خاص حول المعرض بحضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وعدد من مسؤولي الوزارة المثقفين والإعلاميين. تحت شعار دوحة المعرفة والوجدان، تنظم وزارة الثقافة والرياضة النسخة 29 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وذلك خلال الفترة من 29 من نوفمبر الجاري حتى 8 من ديسمبر المقبل. وخلال هذا اللقاء الخاص حول المعرض، استعرض سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة مسيرة المعرض والنجاح الذي حققه نتيجة الاهتمام التاريخي لدولة قطر بالكتاب والمعرفة. في إقبال كبير 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 جدا لعدة أسباب، منها أول حاجة الجو العام اللي توفره مدينة الدوحة ومعرض الكتاب، يعني قل انه يتوفر في اي مكان ثاني، من حيث اول حاجه سهوله دور النشر ودخول الكتب الى الدوحه والاجراءات الروتينيه البيروقراطيه عندنا الى ادنى مستوياتها. اثنين، القوه الشرائيه صراحه في قطر والطلب على الكتاب وعلى المعرفه كبير جدا في مجتمعنا والله الحمد. الجو العام صراحة، الجو الثقافي، الورش الثقافية، المحاضرات اللي راح تكون أيضا زادت أكثر من ضعفين السنة هذه. تركيزنا أيضا على الطفل حاضر بقوة، لحرصنا على أن بإذن الله الأجيال القادمة تستمر في المسيرة اللي بدأها المؤسس الشيخ جاسم سنة 1885 بطباعة أول كتب في الهند ومصر
وتوزيعها على في قطر والمدن القطرية والقرى القطرية. وتلتئم الدورة 29 من المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بإشراف من مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية التابع للوزارة، وسيجمع المعرض نحو 400 دار نشر من نحو 30 دولة، كما سيقدم العديد من الفعاليات والندوات والورش. السنة راح تكون مساحة معرض الكتاب 29,000 متر مربع، زيادة 25% عن العام الماضي. أيضا هناك عدد كبير من دور النشر المشاركة، السنة عندنا 427 دار نشر مشاركة في هذا المعرض، زيادة عن العام الماضي بنسبة 30%. تنوع عناوين الكتب، هذه السنة تم استقطاب دور نشر جديدة مشاركة لأول مرة في هذه المعرض. أيضا هناك عدة ندوات ثقافية مميزة هذه السنة عن السنوات السابقة. تصميم المعرض كخريطة في هذه السنة تم تصميمها بشكل ملائم يسهل للزوار وصولهم إلى المعلومات اللي هم يبونها أو الكتب بأبسط طريقة. ويعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب ملتقا سنويا هاما يجمع المثقفين والمبدعين القطريين بزملائهم في الوطن العربي وخارجه. ومنذ انطلاقته عام 1972 ظلت دورات المعرض تشهد إقبالا متزايدا من الناشرين والزوار، ما جعل منه أحد أكبر وأهم معارض الكتب الدولية التي تقام في المنطقة. إلى الشأن التعليمي، أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي المهرجان المسرحي المدرسي الأول، وذلك على مدار 3 أيام في مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف. بهدف تسليط الضوء على الأنشطة التربوية والطلابية، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي المهرجان المسرحي المدرسي الأول على مدار 3 أيام بمسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف بمشاركة العديد من المدارس. الهدف هو في البداية احنا نزع القيم الوطنية والتراثية في الطالب، وايضا هناك تفعيل ماده التربيه المسرحيه وفنون الاداء، مما يترتب عليه صقل مواهب الطلبه واطلاق طاقاتهم الابداعيه، وايضا هي تخدم استراتيجيات لعب الادوار بين الطلبه. وتعكس المسرحيات المعروضة مختلف الجوانب الوطنية والتراثية والأخلاقية، والتي تكشف عن قدرات ومواهب طاقات الطلبة في النشاط المسرحي وفنون الأداء المختلفة. شاركت في مسرحية التاجر الطماع، وأنا من مدرسة قادسية، وأبوي كان فقير ثم سافر إلى الجزيرة ثم رجع وهو معه كثير من المال ولبى حاجات. كان دوري الابن المتوسط، وكان عندي كثير من الاحتياجات، لكن ابوي كان فقير وما قدر يلبيها لي. سوينا مسرحية عن الفقير والطماع، الفقير كان متواضع مع الناس، اما الطماع كان كله يطمع الناس. والهدف من هذه المسرحية ان ما نكون طماعين، نكون متواضعين مع الناس. ودوري كان الراوي، اوجه للجمهور واربط بين المسرحيات. ولو كان ذلك تدبير أسرة بك. وقد تم اختيار الأعمال المشاركة عبر تقييم شامل ركز على جودة العمل المسرحي من حيث الحفظ والأداء الجماعي والإخراج وقدرة الفريق على تجسيد العمل أمام الجمهور للوصول إلى أفضل المستويات الفنية. شهدت مناطق الدولة ظهر اليوم هطول كميات كبيرة من الأمطار، وفي الوقت نفسه كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من الأمطار الرعدية المصحوبة برياح قوية مفاجئة مع رؤية أفقية
متدنية على الساحل. والمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد صقر السويدي المتنبأ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. مرحبا بكم السنة يا صقر، مبارك عليك الحياة، أمطار الخير والرحمة عليك. تبارك إن شاء الله. إن شاء الله. يا مرحبا يا أخوي صقر، شرفتنا. وطبعا أولا نشكركم على الجهود اللي تقومون فيها وتعطونا الأخبار أول بأول، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن أن شفناكم لين آخر ليل موجودين تتابعون الأرصاد وتعطونا شيء الجديد، خاصة بما يخص الأجواء والأمطار. ممكن اليوم شاهدنا كمية أمطار على مختلف مناطق الدولة، في الدوحة، في الشمال، جنوب. إذا جينا نتكلم عن كمية الأمطار اللي هطلت اليوم، وخلنا نقول عن أكثر المناطق اللي جاها مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا لاحظنا أن الأمطار بدت من ظهر اليوم على المناطق الشمالية، وبعد الظهر غطت تقريبا أغلب مناطق الدولة. كانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وكانت غزيرة أحيانا على بعض المناطق. بس إذا بنتكلم عن الكميات في الدوحة لحد الحين تقريبا مسجلة 25 ملي، وهي كمية لا بأس بها. جميل. صقر، هل يعني رصدتم زخات من البرد؟ كان في تحذيركم أنه سيكون مثلا مع الغيوم والأمطار الخير والرحمة سيكون زخات البرد، وهل يعني الأمطار كانت رعدية؟ احنا شفنا طول اليوم من الظهر إلى الآن، يعني إلى الحين احنا على الهواء مباشرة، إلى ما غيم فيه بروق ورعود وغيرها في مختلف مناطق الدولة. بالنسبة في البداية حق البرد، احنا ما نعطي تحذير حق البرد نفسه، ممكن نعطي تحذير حق اللي هو الأمطار الرعدية والرياح الهابطة، لأن هذه تكون خطيرة جدا. البرد مع الأسف ما في محطة تسجل كمياته، أو يعني نقدر نقول، بس في الوقت الحالي ما كان في أي برد. ما كان في اليوم. لا اليوم ما كان فيه، بس ممكن بعد خلال الساعات القادمة ممكن، والله أعلم. نعم، والأمطار إن شاء الله إلى متى تستمر؟ ممكن قبل أن ندخل الاستديو كان يطق علينا مطر خفيف. الأمطار إن شاء الله اليوم، حتى لو نعرف المشاهدين أكثر التنبؤات اللي كانت عندكم، آخر التحديثات الأمطار إلى متى تستمر هذا اليوم وخلال الأسبوع؟ طبعا فرص الأمطار مستمرة لهالليلة على فترات متفرقة، يعني على فترات متقطعة، وراح تستمر لحد صباح الغد إن شاء الله، يعني لحد صباح بكرة إن شاء الله. بعد الصبح إن شاء الله على الظهرية ما هل بنفس القوة بنفس الكمية؟ ممكن تكون غزيرة أحيانا. طيب هل ندخل شوي في التفاصيل صقر؟ كانت أمس كانت بداية الرياح الجنوبية، صح؟ كانت جنوبية شرقية، وبعدين تحولت إلى شمالية غربية. أنا شفنا نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي بالتحديد في تويتر أن الأرصاد حذرت أيضا تدني درجات الحرارة من 4 إلى 6 درجات بالتزامن مع هذه الرياح. تحولت الرياح إلى شمالية غربية. هذه الرياح، تحول الرياح من شمالية إلى شمالية غربية، هاي راح تكون بعد فترة الأمطار. يعني إحنا حين عندنا فترة أمطار اللي هي اليوم وبكرة وممكن الثلاثة، بس الثلاثة بكمية أخف، يعني ممكن تكون أمطار خفيفة وممكن على مناطق متفرقة، يعني ما تشمل أغلب المناطق مثل اليوم أو صباح بكرة. وبعدها راح يكون عندنا مرتفع جوي. المرتفع الجوي دائما يكون معه، يعني الجو يبرد معه مع المرتفعات الجوية، خاصة في الفصل الحين أو في بداية فصل الشتاء، يعني يكون درجات الحرارة نازلة، خاصة الصبح أو مثلا آخر الليل. جميل، الله يعطيكم العافية يا أخوي صقر. إذا جينا ننتقل إلى البحر شوي، لحركة الملاحة، شفنا التحذيرات اللي نشرتوها أنتوا، ولكن اليوم خلينا نقول هل تأثرت الحركة، حركة الملاحة اليوم مع الجو؟ بخصوص حركة الملاحة، احنا عندنا تواصل طبعا مع الملاحة البحرية والملاحة الجوية، ونعطيهم طبعا آخر التحديثات أول بأول، ومتواصلين معهم وهم يقررون على أساس خطوط الملاحة. جميل. بالنسبة للتحذيرات البحرية، يعني هل هي مستمرة التحذيرات البحرية طول هالأسبوع؟ هي مستمرة بخصوص الأيام هذه، أيام حالات العدم استقرار هذه اللي فيها ممكن أمطار، طبعا يكون فيها خلال الأمطار الرعدية، يعني يكون فيها أمواج عالية ورياح قوية، فما ننصح طبعا مرتادي البحر نهائيا بهذه الأيام. إلى متى التحذير مستمر تقريبا؟
تعذير مستمر ايام البحر ايام الامطار كلها يعني نقول يعني خلال 72 ساعه الجايه يعني تقريبا كلها تحذيرات تقريبا يعني. ممكن تكون كلها تحذيرات كلها تحذيرات ورياح قويه طبعا مثل ما ذكرت اذا جينا نتكلم عن سرعه الرياح كم عقده وصلت او سجلتوا سجلت اليوم تقريبا احنا كنا متوقعينها في حدود ال 40 عقده او حوالي ال 40 عقده وصلت تقريبا 37 لحد الحين 37 وممكن ان هي توصل يعني ممكن انها توصل 40 او شيء او في حروه ال 40 في أي فتره كانت تقريبا في فترة العصريات صقر خلينا نتكلم نرجع بعد الحاله المطريه اللي شهدتها الدوله اليوم يعني تغيير الرياح وقوه الرياح هذه ما هي اسبابها هل هي اسباب مناخيه هل اسباب مثل مرتفع جوي او منخفض جوي على حسب المصطلحات اللي عندكم في الارصاد الجويه الرياح هذه اللي جات اليوم الرياح هذه دائما مصاحبه للامطار الرعديه هي رياح هابطه تكون بعد نهاية الأمطار أو في فترة انحلال اللي هو الخلايا الرعدية فهي تسبب معها رياح هابطة قوية يعني تأثر طبعا هي تجي فترة بسيطة يعني مثلا هذه الأربعين عقدة ما تكون مستمرة لفترة طويلة تجي مثلا أقل من دقيقة لكن في هذه الدقيقة ممكن هي تعدم الرؤية خاصة في المناطق المكشوفة مثل يعني المناطق البرية ومناطق سر مثلا تحويل حركه الرياح من جنوبيه شرقيه تحولت او راح تحول الى شماليه غربيه يعني ما هي اسبابها اسباب طبيعيه جايه طبعا حق المنخفض الجوي او مرتفع جوي وموقعه واتجاهها فهو الرياح الشماليه الغربيه اللي راح تدخل هي متزامنه مع المرتفع الجوي اللي راح يدخل علينا ان شاء الله بعد حاله عدم الاستقرار حاله عدم الاستقرار تجي دائما مع منخفض جوي فلما تجي الرياح الشماليه الغربيه البارده بتكون متزامنه مع المرتفع الجوي باذن الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اخوي صقر بالنسبه للنصائح احنا شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني انتم مقصرين صراحه في مواقع التواصل الواحد يتابعكم تخلون الواحد يتابعكم اول باول ما شاء الله لكن الان هل هناك نصائح توجهها للمشاهدين خاصه مع عدم استقرار الطقس خلينا نقول ومع هطول الامطار والرياح القويه طبعا خلال الامطار الرعديه احنا ننصح طبعا الجميع ب يعني الابتعاد عن الاماكن المكشوفه خاصه فتره خلال الامطار الغزيره ممكن يكون معها رياح قويه والبرق فممكن يكون فيها اخطار فننصح بعدم التواجد في الاماكن المكشوفه الجميع بعد اصحاب المركبات نتمنى انهم يتجنبون مناطق تجمع المياه خاصة حتى لو بعد الأمطار يكون في تجمعات للمياه أتمنى أن يتجنبونها قدر الإمكان بإذن الله صقر بالنسبة لانخفاض درجات الحرارة يعني خلاص نقدر نشتي عقب ولا إن شاء الله عبد الرحمن مستعجل على الشارع مستعجل ندور البراد يلا إن شاء الله إن شاء الله هل الأسبوع اللي طاف كان في يعني شفنا شاهدنا ولكن الغريب فيها في هذه الرياح اللي جاتنا اليوم وأمس يعني كانت درجات حرارة مرتفعة يعني وصلت حتى بداية الثلاثينات يعني هذه مع المنخفض الجوي لما يجي المنخفض الجوي يرفع الحرارة بس يسبب حالة من عدم الاستقرار يرجع المرتفع الجوي ينزل الحرارة وتشوف حالة من الاستقرار أكثر يعني ما فيها الأيام اللي كان فيها برد أكثر ما كان فيها حالات جوية مثل الأمطار أو هذه فهي نسميها حالة استقرار جميل. نعم إلى متى بس نرجع نذكر المشاهدين أخوي صقر إلى متى بتستمر هذه الحالة حالة عدم الاستقرار هل هي طوال هذا الأسبوع هي الحالة التحذير لحد الحين نقدر نقول لحد صباح الأثنين نعم بعدها ظهر الأثنين إن شاء الله تكون الوضع أهدى يعني يوم الثلاثاء ممكن يكون في أمطار خفيفة ولكن ما عليها تحذير بإذن الله بإذن الله إن شاء الله صقر كانت يعني هذه السنة كانوا متوقعين بكميات كبيرة من الأمطار يعني كنا استضفنا قبل فترة الأخ عبد الله المناعي اللي هو مدير إدارة الأرصاد الجوية نوجه له صراحة كل التحية له ولطاقم الموظفين إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني تكلمنا عن كمية الأمطار خلال هذه يعني ثلاث أربع أسابيع يعني من آخر عشرة من بداية أول حالات المطرية اللي جات كمية قوية إلى اليوم هل في اختلاف تشوفونه من حيث رصدكم أنتم في كميات الأمطار خلال هذه الفترة أو خلال مثلا السنوات اللي طافت؟ طبعا هذه السنه فيها كميات يعني حلوه خاصه في هذا الموسم يعني في العاده لما نسجل كميات كبيره تكون مثلا شهر واحد او شهر اثنين بس هالسنه سجلنا كميات كبيره 10 و11 في شهر 10 سجلنا في يوم كان 20/10 سجلنا تقريبا 85 ملي وهي كميه كبيره جدا حق هذه كان ضوها امور
في بوهامور. صحيح. كان كميه كبيره جدا لهذا الشهر 85. طيب هل يعني في اسباب معينه يعني ادت الى مثلا زايد كميات الامطار؟ في اكثر من سبب يعني، اللي هي العوامل المساعده للامطار كلها تجمعت مع بعض بشكل اكبر يعني. وكان المنخفض الجوي جاي من الخليج العربي، وطبعا لما يجي من الخليج يكون بقوه اكبر، برطوبه اكثر، رطوبه اكثر تساعد على تكثيف السحب بشكل اكبر، معها تبريد لتكثيف هذه السحب وتحويلها الى سحب ممطره، وكان في بعد حالات برد في ذاك خلال ذيك الفتره. معناته انه كان في تبريد قوي للحاله الجويه. الله يعطيكم العافيه، خاصه على الجهود اللي تقومون فيها، خاصه مع التغير الحاله الجويه. السيد صقر السويدي المتنبأ الجوي من اداره الارصاد العامه، يعطيكم العافيه وبيض الله وجهكم، الله يكتب اجركم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه صقر، ومبارك عليكم الحياة مشاهدينا الكرام. ونذهب وياكم إلى فاصل ونتابع ما تبقى من فقرات برنامج ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية حملة تخييم آمن بمنطقة سيلين الساحلية، وذلك بهدف التوعية بجوانب الأمن والسلامة للمخيمين في موسم التخييم الشتوي في المناطق البرية والساحلية بالدولة. وللمزيد حول هذه الحملة وأهميتها وأبرز أهدافها، يسعدنا أن يكون معنا الرائد محمد بن فهد الدوسري، مساعد رئيس قسم الأفرع الخارجية بإدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية. مرحبا بكم وسهلا يا فهد، منورنا في استديو ترحيب. نور نورك. مبروك عليك الحياة مقدمة. الله يبارك فيك ومبارك عليكم الحياة. علينا عليك تبارك يا أبو فهد، شرفتنا ونورتنا الله يسلمك. في البداية نعرف المشاهدين عن هذه الحملة، أهداف هذه الحملة. الهدف من الحملة اللي هو إيصال رسالة نظرية وعملية للجمهور. وفي نفس الوقت لمرتدين المناطق البرية، سواء كانت على الساحل أو في البر، سواء كانت في الجنوب، المناطق الجنوبية، الشمالية، الغربية. ممتاز. وكيفية الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم أثناء ما يكونون متواجدين في هذه المناطق. جميل. خاصة في أوقات الإجازات. اللي هي العطلات، الخميس، الجمعة، السبت. أبو فهد، عطنا عن فكرة هذه، يعني شلون جاءت هذه الفكرة بالنسبة لكم كإدارة الشرطة المجتمعية؟ طبعا بالنسبة للحملات التوعوية أو الحملة التوعية ربيع آمن، هذه السنة الرابعة اللي نقوم بالحملة فيها، وكانت تكرر على مدار المواسم التخييم للجمهور، والهدف منها زي ما قلت لك اللي هو إيصال الرسالة. كيفية حماية أنفسهم وممتلكاتهم وأبنائهم أثناء ما يكونون متواجدين في المناطق هذه. جميل. أبو فهد، أبرز الجهات الداعمة والمشاركة معاكم في هذه الحملة. طبعا الجهات الداعمة اللي هي جمعية عيد الخيرية. وأيضا مؤسسة حمد الطبية، والمشاركين معنا يكونون معاكم في الجولات. بس ما أنت كلامك إلا بالخير. أي موجودين معنا. في الحملات، وفي نفس الوقت تجهيز طبعا في حقيبة توزع على أصحاب المخيمات. مزودة ببعض الإسعافات الأولية، الأجهزة اللي تحتاجونها مرتادين هذه المناطق. بالنسبة للمشاركين، اسمح لي أخذ بالنسبة للمشاركين معاكم. المشاركين سلمك الله اللي هي إدارة خفر السواحل الله يعطيهم الصحة والعافية، إدارة شرطة الأحداث، وأيضا الهلال الأحمر والإسعاف. جميل. أبو فهد، الدفاع المدني. الدفاع المدني يستاهلون صراحة نوجههم كل الشكر والتحية. أبو فهد، شلون يعني كان استقبال الشباب لهم يعني من إدارة التخييم؟ هل في مثلا كان تنسيق مسبق، ولا على قولتهم فجأة يعني طبيتوا عليهم؟ هو طبعا مثل ما شايف في الفترة السابقة كان في تفعيل اللي هو عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي اللي هي السناب شات والواتساب، كان ترويج للحملة هذه. فوصلت المعلومة للجمهور أن راح تقوم هذه الفعالية اللي هي ربيع آمن، وفي نفس الوقت راح تكون في زيارات. هي ربيع آمن أو تخييم آمن؟ تخييم آمن وربيع آمن. نعم. لأن السنة الماضية كان ربيع آمن والسنة تخييم آمن، فهم آمن. كلهم مشتركين في بعض. صحيح. جميل. وكان أجهزة التواصل الاجتماعي تم فيها إرسال بعض الرسائل النصية
تشير انها راح تكون حامله، وبالعكس لما رحنا للجماعه استقبلونا احسن استقبال. هل انت مثلا جيتوا في المخيمات اللي في سيلين يعني قريبه من ولا يعني في المخيمات داخل طبعا كان تدشينها هذا الاسبوع اول اسبوع طبعا اختصرت على منطقه سيلين، وان شاء الله الايام الجايه بعد ما ننتهي المخيمات اللي موجوده في منطقه سيلين راح ننتقل للعديد، وايضا ننتقل للمناطق الشماليه الغاريه فويرط المناطق هذه ان شاء الله باذن الله تعالى. ايضا يعني فريق قناه الريان واكب وفد وزاره الداخليه الممثله باداره الشرطه المجتمعيه خلال جولته هذا الاسبوع على المخيمات، وعاد لنا بهذا التقرير اللي بنشوفه لكم الحين. تحت شعار تخييم آمن أطلقت وزارة الداخلية الحملة التوعوية السنوية للمخيمات، وتنظم الحملة من طرف إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من إدارات وزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري، ويقوم فريق الحملة بزيارات للمخيمات تضمنت تقديم مختلف النصائح والإرشادات التوعوية حول إجراءات الأمن والسلامة في المخيمات. معنا اليوم في تخييم آمن إدارة الأمن السواحل والحدود وإدارة شرطة الأحداث، وعندنا إدارة الإدارة العامة للدفاع المدني والهلال الأحمر ومؤسسة حمى الطبية، وشاكرين لهم حضورهم معنا في تخييم آمن. وحملتنا اليوم تخييم آمن لجميع المخيمات. زرنا المخيمات اليوم ولقينا استحسان الصراحة من رواد المجتمع من رواد المخيمات، وتكلمنا عن دور إدارة شرطة الأحداث، وقدمنا بعض الوسائل التوعوية هي عن القيادة بدون رخصة خارج المخيمات وأثرها الاجتماعي والنفسي والمعنوي للأسرة، وأيضا وجهنا رسالة لولي الأمور. التوعية جدا مهمة للشباب لحفاظ على أرواحهم في البحر، وأتمنى منهم التقيد بإرشادات السلامة مثل اللايف جاكيت، وإعطاء أمن السواحل خبر متى الروحة ومتى الجية. نحاول نوصل رسالة توعوية للجمهور مرتادين مناطق جنوبية، ونوعيهم عن كيفية استخدام الطفايات وأخذ تدابير أمن السلامة. لا قدر الله حصل شيء، يقدر الواحد أنه يسيطر على الشيء قبل الله يكبر. أصحاب المخيمات في منطقة سيلين عبروا عن سعادتهم بهذه الحملة وأهمية التفاعل والتعاون بين الوزارة والمجتمع من أجل ضمان أمن وسلامة رواد هذه المناطق. سعدنا كثيرا بوجود الحملة التوعوية من وزارة الداخلية لتوعية مرتدي منطقة سيلين من وإفادتهم في جميع النواحي اللي تخص سلامتهم وأمنهم في هذه المنطقة. من أهم النقاط اللي شفناها صراحة يمكن الإسعافات الأولية، أن كثير تحصل حوادث وحالات يحتاج الإنسان أن يكون مثقف في التعامل مع هذا الشخص الذي قد يحتاج يمكن شيء بسيط. وطبعا الدفاع المدني توعويتهم الكثير من الشباب في المخيمات من ناحية استعمال طفاية الحريق وإخماد النار قبل النوم، وهالأشياء اللي كثير من الشباب يعني غايبة عنهم. الحملة تضمنت توزيع بعض معدات الأمن والسلامة لأصحاب المخيمات. يذكر أن حملة تخييم آمن ستشمل مختلف مناطق التخييم في الدولة وتستمر حتى نهاية موسم التخييم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع الحوار مع الرائد محمد فهد الدوسري مساعد رئيس قسم الأفرع الخارجية بإدارة الشرطة المجتمعية. حياك الله من جديد يا فهد. وفهد، ممكن في البداية ذكرت لنا أو شرحت لنا عن الحملة، ومن خلال التقرير بعد تعرفوا المشاهدين وإحنا تعرفنا أكثر عن هذه الحملة. إذا جينا نتكلم بشكل تفصيلي عن الرسائل اللي تبون توصلونها للشباب المخيمين في سيلين بشكل خلينا نقول بشكل تفصيلي، خاصة لكم تجلسون معاهم تشرح لهم الفكرة، وش الرسائل اللي تقدمونها في وقت هذه الزيارة؟ طبعا تمثل الرسائل اللي يتم إيصالها لأصحاب المخيمات
في مناطق التخييم سواء في المناطق الجنوبية أو الشمالية، اللي هي كيفية الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المخيم وأثناء تواجدهم داخل الخيم. طبعا هناك أدوار مقسمة يقومون فيها الجهات المشاركة. لما نتكلم عن دور الدفاع المدني في تواجده أثناء مرورنا على أصحاب المخيمات، يقومون إدارة الدفاع المدني بتوصيل رسالة كيفية استخدام الأجهزة اللي يقومون بتطفاء فيها الحريق. يعني مثل طفاية الماء كيفية استخدامها، طفاية الفوم كيفية استخدامها، طفاية الزيت وكيفية التعامل مع الحريق أثناء الاشتعال في المخيم. ويكون التطبيق نظري وعملي. ممتاز. نظري من أي ناحية؟ شرحه بالتفصيل وكيفية التعامل. عملي بشعال النار مبسطة على سبيل المثال، ويقوم إيضاحها رجل الدفاع المدني لمرتادين المخيم. وفي نفس الوقت أصحاب المخيم يكون بعد عندهم مبادلة، نخليهم يقومون بإطفاء الحريق والاستخدام. وبالنسبة حق الهلال الأحمر يقوم بدوره اللي هو تثقيف مرتادين المخيم عن كيفية القيام بالإسعاف. أو الإسعاف، طرق استخدام الإسعافات الأولية أثناء الغرق أو أثناء إصابة بالجروح أو أثناء لدغة العقارب أو اللي موجودة هناك في في المنطقة نفسها، وطريقة طريقة التعامل مع الإصابات هذه. وبالنسبة لإدارة خفر السواحل يصل لهم كيفية التواصل معهم عن التغيرات الجوية في المنطقة اللي تصير، خاصة لمرتادين البحر أو في نفس الوقت اللي يستخدمون الشاطئ، يصل لهم كيف التعامل مع الحوادث اللي قد أنها تصيد، في نفس الوقت كيفية عمل الاحتياطات الأمنية وهم متواجدين. نعم أبو فهد، ذكرت في بداية الفقرة أن في جهات معكم منها قطر الخيرية، يعني اللي كانت معكم، ما هو دور قطر الخيرية من ضمن الجهات؟ طبعا جمعية قطر الخيرية ومؤسسة حمد الطبية ساهمت معنا بالدعم من ناحية تجهيز الحقيبة اللي شفناها من شوي، اللي قدمناها هدية لأصحاب المخيم. طبعا الحقيبة فيها عدة الأمن والسلامة، سواء من ناحية الإسعافات الأولية، طفاية الحريق، طفاية الزيوت، الأحبال اللي يستخدمونها للتغاريس هذه أثناء الإسعافات بصفة عامة. نعم نعم أبو فهد، ممكن شفنا طبعا من خلال زيارتكم من بداية هذه الحملة المخيمات، مخيمات الشباب، ولكن إذا جينا نتكلم عن العوائل، الفئة النسائية اللي موجودين في هذه المناطق، المخيمين في هذه المناطق، هل عندكم عنصر نسائي يقوم بهذا الدور التعريف على هذه الحملة؟ نعم طبعا، مثل ما أنت عارف التخييم مش مقتصر بس على الشباب، انهم هم يقومون يركبون سيارتهم ويروحون يخيمون في مكان معين. التخييم بعد يقوم فيه العوائل يشاركون في المخيمات. فموجود العنصر النسائي طبعا من اداره الشرطه المجتمعيه يطلعون معنا في الحملات. في بعض المخيمات اللي يكون فيها عوائل ننقسم الى قسمين، القسم الرجالي يقومون الشباب بايصال الرساله اللي يقومون بايصالها، في نفس الوقت العنصر النسائي يتواجد مع الحريم المتواجدين. طبعا هم بعد يستخدمون المخيم، يقومون صحيح بالادوار اللي يقومون فيها الشباب. صحيح. فلا بد ان تصلهم الرساله هذه، فلا بد في وقت الحمله يكون موجود معنا العنصر النسائي. ممتاز جميل. ابو فهد، يعني هل دوركم ودور اداره الشرطه المجتمعيه في هذه الحمله مقتصر بس على اشياء الامن والسلامه المختصه لكل تخييم عشان يكون موضوع تخييم امن، ولا في جوانب ثانيه ممكن تطرقون لها، يعني من خلال السوالف مع اصحاب المخيمات؟ ممكن يعني انتم كشرطه، انتم في الاول والاخير شرطه مجتمعيه، يعني انتم بشراكه طبعا مع المجتمع، مثلا في مشاكل معينه يعني تصيدهم تصادفهم في خلال مثلا فترات التخييم، خاصه فتره التخييم يعني تقريبا 6 شهور. نعم طبعا، بالنسبه حق التواصل والتعامل مع اصحاب المخيمات في نهاية الحملة أو الزيارة، احنا نقوم بتزويدهم بالأرقام أو الهواتف الخط الساخن لإدارة الشرطة المجتمعية. وطبعا مثل ما أنت عارف الشرطة المجتمعية أو الإدارات المساهمة في الحملات هذه، سواء كانت في الربيع الآمن أو المخيمات الشتوية، اللي هو تحقيق دور الشراكة بين الشرطة والمجتمع وإيصال رسالة ومناقشتهم في بعض المواضيع اللي ممكن تنطرح أمامنا ونتناقش فيها
وإيصال الرسالة اللي هي كيفية التعامل مع المواقف اللي تحصل لها. مثل إيش يا أبو فهد؟ يعني عطني مثلا موقف لأصحاب المخيمات مثلا، أنتوا جيتوا وعطيتهم كان عندهم موضوع معين وعطيتهم خط ساخن، يعني ما هي آلية استقبال مثلا، ما نقول شكوى، يعني ملاحظة أو شيء معين أو موضوع معين أو فكرة يتم أو فكرة بعد ممكن يستقطبها إدارة الشرطة المجتمعية؟ يعني لما احنا نستقبل على الخط الساخن قليل من نستقبل المشاكل. بالعكس ممكن ملاحظات أفكار مبادرات يستفسرون عن موضوع من الجهة اللي ممكن يتواصلون معها، احنا بدورنا هنا نقوم نوجههم للجهة اللي ممكن يتواصلون معها وترتب امورهم. نعم ابو فهد، الجولات اللي تقومون فيها هل هي طوال هذا الاسبوع ولا فقط في الويكند اذا تجمعوا الشباب؟ طبعا انت مثل ما انت عارف، نعم، طبيعه اهل قطر لما يطلعون للبر ما يطلعون الا الخميس والجمعه والسبت. نعم، تركيزنا احنا في الاجازه الرسميه. ممتاز. هذه وزيارتهم، وان شاء الله بعد في الفتره الجايه في عطله الربيع الناس كلها لما تروح تكشت للبر بنكون متواجدين معهم ان شاء الله. باذن الله، باذن الله ان شاء الله. ابو فهد لو تسمح لي، ممكن كان أو بداية هذه الحملة تركيزكم على منطقة سيلين، خاصة أنك ذكرت إن شاء الله بتروحون شمال بتروحون غرب وبتروحون كل المناطق اللي فيها تخييم، ولكن إذا جينا نتكلم عن منطقة سيلين، منطقة سيلين هي النسبة الأكبر من المخيمين فيها. صحيح. اليوم الشرطة المجتمعية هل عندهم مكان معين موجود في سيلين، أو عندهم خلينا نقول دوريات موجودة متوفرة على طوال الويكند؟ طبعا مثل ما ذكرت الله يطول بعمرك، كإدارة الشرطة المجتمعية فيها عدة أفرع على مستوى الدوحة. طبعا لو تكلم في إدارة أمن العاصمة موجود مكتب للشرطة المجتمعية، في إدارة أمن الريان موجود مكتب للشرطة المجتمعية، مقابلة بعد موجود مكتب للشرطة المجتمعية في إدارة أمن الجنوب. فالتواجد موجود يعني مو منقطع، وسهل أن يوصلون لنا سواء عن طريق الاتصال، نعم، او زياره القسم اللي موجودين فيه ويتواصلون معك. نعم. ابو فهد، يعني ما هو الدور الرئيسي لاداره الشرطه المجتمعيه لكافه المجتمع يعني في الدوحه سواء للمواطنين ولا المقيمين؟ زي ما قلت لك، تحقيق دور الشراكه بين الشرطه والمجتمع. وكيف ممكن تطبق هذا الشيء؟ طبعا احنا لو تكلم عن البرامج اللي تقوم فيها اداره الشرطه المجتمعيه، طبعا احنا عندنا برامج كثيره، ننتقل للمدارس، إلقاء المحاضرات طبعا بناء على طلب المدارس. نعم. لو تكلم عن التعليم، بعض الجهات سواء الشركات، العمال، مشاركتهم في بعض الفعاليات اللي تحصل سواء في المثل، على سبيل المثال اللي هو في اليوم الوطني نقوم بزيارة بعض المناطق اللي تقوم فيها بعض الفعاليات. نعم. للجنسيات الأسيوية ونشاركهم بالفعاليات اللي يقومون فيها سواء الحفلة اللي متوفرة لهم. نعم. هناك، وفي نفس الوقت نستغل هذا التواجد بإيصال الرسالة. صحيح. سواء نعم. عن التعامل مع الجهات المختصة سواء إدارة البحث والمتابعة، المرور، الدوريات، الدفاع المدني إلى آخره. نعم أبو فهد، ممكن ما مثل ما ذكرت وعرفنا الحين عن تواجدكم في الفعاليات اللي موجودة في مختلف مناطق الدولة، في إيصال رسالة، تعريف سواء المواطنين أو حتى المقيمين بدور الشرطة المجتمعية في المجتمع، إذا جينا نتكلم عن خطتكم إن شاء الله بما أن اليوم الوطني جاي إن شاء الله ما بقى عليه شيء، استعداداتكم لليوم الوطني، الفعاليات اللي إن شاء الله راح تكونوا متواجدين فيها بإذن الله. طبعا بالنسبة للفعاليات اللي راح تكون في اليوم الوطني بإذن الله، عندنا بعض الفعاليات اللي راح تكون في مناطق معينة. نعم. المناطق الشمالية مثل راس لفان، مثل الصناعية بروة، الأماكن اللي فيها تجمعات راح يكون لنا فيها تواجد، وأيضا مقابلها الفعاليات اللي راح تكون في البلاد داخل الدوحة. نعم. راح يكون في تواجد درب الساعي. اي نعم، ودرب الساعي متواجدين ان شاء الله باذن الله وتشرفون. ابرك الساعات ان شاء الله باذن الله راح نكون ان شاء الله متواجدين كتغطيه لقناه الرياض الفضائيه في درب الساعي باذن الله تعالى. اخيرا ابو فهد، ما هي ابرز النصائح اللي توجهها يقومون بالتخييم سواء في مختلف مناطق الدوله، سيلين ولا المناطق الشماليه او المناطق الوسطى في البلاد؟ هو التذكير واجب علينا ان نذكر بعمل جميع الاحتياطات الامنيه، سواء وجود في المخيم الإسعافات الأولية والطفاية، أهم شيء طفايات الحريق،
وجود حارس للمخيم نفسه، لأن في بعض المخيمات تحصل فيها مشاكل اللي هي السرقات وخلافه، وفي نفس الوقت الحارس اللي يكون في المخيم يكون على قدر المسؤولية. قدر المسؤولية. الله يعطيكم العافية أبو فهد. أبو فهد، سؤال أخير. تفضل. الآن طبعاً ذكرت في هذه الحملة تقريباً صار لكم 4 سنين أو هذه السنة الرابعة، شل الأهداف اللي حققتوها والرسالة اللي تشوفونها أو من وجهة نظرك وصلت للمجتمع وصلت للمخيمين، وخاصة هل أدت هذه الحملة لخفض الحوادث في المخيمات؟ يعني في خروجنا يوم الجمعة للمخيمات هذه تحققت الأهداف كلها. يعني تلاحظ عندنا لما انتقلنا بعض المخيمات شفنا الطفايات موجودة، الحارس موجود، حتى الأطفال اللي موجودين في المخيم أهاليهم محافظين عليهم، خاصة اللي يستخدمون الدراجات النارية جايبين لهم الاحتياطات الأمنية مثل خوذ مثل إلى آخره. يعني المخيمات اللي تزورونها ترجعون لها مرة ثانية؟ هي ممكن نرجع لنفس المكان بس لأشخاص غير. إيه. بس في نفس الوقت وصلت الرسالة. ممتاز. ومهتمين فيها. يعني صاروا حريصين أكثر. وحتى التعاون بينكم بين المؤسسات الثانية مثل وزارة البلدية والبيئة. نعم. والمؤسسات الثانية من أيضا من ضمن الشروط اللي يوقعها صاحب المخيم نفسه أنه لازم يكون إجراءات الأمن والسلام متوفرة. نعم. مثلا صحيح. في هذا المكان. نعم. هذا لابد، هذا هذه من الشروط ومن الاشتراطات اللي أخذ رخصة التخييم. وفي نفس الوقت حتى جماعتنا للجماعة اللي عاملين في وزارة البيئة يقومون بإرشادهم أثناء استلامهم دفع الرسوم والرخص، يقولون لابد أن تكون موجودة طفايات الحريق والإسعافات الأولية. نعم. الله يعطيك العافية أبو فهد، بيض الله وجهك. والشكر للرائد محمد بن فهد الدوسري مساعد رئيس قسم الأفرع الخارجية بإدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. بيض الله وجهك أبو فهد. وجهك وشكر كبير. لك وكل الناس المشاركين معكم في هذه الحملة. بيض الله وجهك. الله يزاك. سير علينا في المخيم. الله يجزاكم خير. بيض الله وجهك. موفقين إن شاء الله يا أبو فهد. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير وبعدها نتابع باقي فقرات برنامجكم ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. يواصل الشباب القطري تقديم إبداعاته وابتكاراته التي تعكس مقدار تطور أفكار هذا الجيل الذي يعول عليه كثيرا في قيادة البلد نحو المستقبل الرقمي. عبد الله الخنجي هو مطور رقمي ضيفنا اليوم، تمكن مع آخرين من ابتكار تطبيق منصة ميدي الإلكترونية والتي تتولى مهمة إيصال المرضى بالأطباء. مرحبا بكم، السلام عليكم عبد الله، منورنا ومبارك لك على هذا على هذه المنصة الإلكترونية. الله يبارك فيك. يا مرحبا، الله يحييك أخوي عبد الله. في البداية ودنا أن نتعرف إحنا ونعرف المشاهدين، إيش اللي دفعك إنك تقوم بهذه المنصة وتنشأ هذه المنصة؟ حلو. في البداية الحاجة من الاختراع، وإحنا تعبنا وإحنا ندور على دكاترة، وتلاحظ السؤال يتكرر وايد سواء في مناسبة في عرس أو عزاء لا سمح الله. الكل يسأل عن دكتور زين. نعم. واحد سوى عنده مثلاً علاج ولا شيء وانت حب مثلاً إلخ. فيوم كنا في الجامعة كنا نشوف أن الكل يسأل بس ما شفنا، لا يعني شفنا ناس يطلبون أكل أونلاين بس ما شفنا حد يدور على الدكتور أونلاين. فقلنا ليش، ودورنا ودخلنا نت ودورنا وما لقينا شيء للأسف. يعني لقينا بعض في قطر بس ولا يعني في خليج عربي بشكل عام؟ أغلب دول الخليج ما فيها. فكان في منصة صغيرة طلعت واختفت، بس ما كان في منصة مستمرة تسهل الحجز مع الدكاترة وحتى التعرف على الدكتور قبل ما تشوفه. ممتاز. جميل. اطلاق المنصة تمام خلال تعاون مع جامعة كارنجي ميلون في قطر، يعني كيف ساهمت الجامعة في إظهار هذا المشروع؟ احنا كنا طلاب في الجامعة صراحة، وكانت الجامعة تساعدنا في التفكير في ريادة الأعمال والتفكير في المشاريع اللي ممكن تساعد المجتمع. فكنا في الجامعة واطلقنا المشروع كطلاب في الجامعة، وكان التحدي في الجامعة أن يطلع المشروع كشركة، ما يطلع بس كمشروع في يعني في الصف وخلاص. يعني يطلع كشركة وبراند يعني نفس الوقت. يعني أن اطلع في السوق وتشوف المنتج مالك هل بيشتغل. نعم.
هل في له زباين، هل في له خلخ، هل ممكن يتحول لحقيقه بالعربي؟ هل قدمتوا مثلا يعني سويتوا انتم للشباب اللي معكم، طبعا معكم مبتكرين اخرين، يعني شفتوا دراسه جدوى لهذا الموضوع؟ الموضوع اسهل من كذي بعد، سوينا ديزاين سهل بالفوتوشوب. زين روينا حق الدكاتره، رحنا لهم وقعدنا وياهم، قلنا لهم بسوي لكم كذا كذا كذا، قالوا لنا لا ما نبي. قلنا اوكي طيب اذا سوينا كذا كذا غيرنا الفكره شوي قبل ما نبدا في المشروع. قال لي ممتاز، على طول خذنا الفكره وركضنا رجعنا للجامعه نفسها وتمينا نطور وتمينا نشوف انه اوكي بيستفيد من هالشيء وهالشيء هالشيء، وركزنا طاقتنا في ان نسوي منتج صغير يخدمهم على في كل شيء. وكانت منصه بسيطه يعني كان فيها بس حتى 30 او 50 دكتوره وما بدينا اليوم، واليوم فيها اكثر من 5000 دكتور الحمد لله في عده دول في عدة الخليج دول. ايوه نعم. وبالنسبه للمشتركين في هذه المنصه كم عددهم؟ بوضح شيء بس للجمهور بعد، الكل عبال ان خلاص انت تسوي موقع يخلص من يوم واحد بس. نعم. بس اليوم الحمد لله احنا فريقنا من 10 موظفين دوام كامل فول تايم امبلويز، شغالين كل يوم على تطوير المنصه، على مساعده المرضى في ايجاد الدكتور المناسب. نعم. وحتى تطوير البرمجه، يعني البرمجه برمجه منصات اخرى للدكاتره والعيادات لاستخدامها لش اسمه لتغيير المواعيد مثلا او ترتيبها. طيب عبد الله، يعني السؤال دائما صادف اي واحد، انا سعود المشاهد اي شخص مثلا ابغى دكتور معين او يعني تخصص معين، اكتب مثلا في جوجل موضوع كذا، الاشياء الوهميه تطلع لي كثيره، صح ولا لا؟ صحيح. كيف ممكن واحد يتاكد ان هذا بالفعل هو الدكتور المعروف او الدكتور المختص في هذا التخصص؟ حلو. في البدايه بتحصل اصلا لما تدخل على الموقع، بتدخل على موقع بحث ولا شيء، بتكتب اسم الدكتور ولا شيء، بتطلع لك وايد مواقع، بس اغلبها بتكون مواقع عياده، ما في مواقع وهميه وايد الحمد لله. والحمد لله موقعنا بيتم فوق على طول، لان احنا بشكل مستمر نعدل البيانات ونحدثهم. فإذا الدكتور سواء طلع او طلع من الدوحه ولا شيء نشيل على طول الموقع والى اخره. اخوي في شيء مهم انا ودي اشوف ان شاء الله انه يكون موجود في المنصه، هل في ريت بالله لكل دكتور؟ او هذه يعني كانت من اوائل اي من اوائل الخصائص، لان ممتاز. لما تسال عن دكتور انت الحين تسمع رفيقك شو يقول عنه فتاخذ رايه هو الشخصي، فجمعنا هالتعليقات من مواقع مختلفه، من مواقع التواصل الاجتماعي، من مواقع اجنبيه في قطر، وحطيناهم على الموقع في البدايه. بس الحمد لله اليوم عندنا تعليقات على تعليقات من المستخدمين نفسهم. اي كلهم، وحتى عندنا فريق عمل في الدوحه يتصلون في المرضى بعد المواعيد ويقولون لنا شلون كانت التجربه وشلون ممكن حسنها والى اخره. هل المنصه يعني مختصه بس في الانترنت او لها تطبيق مثلا في موجود على الابل على الايفون وعلى الاندرويد بعد؟ ونفس يعني نفس الدكاتره الموجودين. نفس الدكاتره الموجودين. طيب انا الحين ذكرت ان المواقع بالنسبه كتخصص الاطباء موجود موقعكم في اول موقع، لكن واحد يقول كيف اعرف ان هذا الدكتور هو فعلا الدكتور اللي مختص في الشيء الفلاني؟ يعني كيف اعرف مثلا ان هذا مثلا مختص في الباطنيه وانا عندي مثلا مشاكل في الباطنيه؟ انت في البدايه لما تدخل على الموقع بتشوف بتختار تخصص الدكتور، فمثلا طبيب امراض الباطنيه مثلا ولا شيء، او ممكن حتى تشوف لسته الدكاتره منهم، ومنهم بتشوف التخصص الفرعي للدكتور، فمثلا طبيب مختص في كذا او كذا، وممكن تختار حتى نوع العلاج اللي تبيه، مثلا لو انتفت عن علاج معين او خدمه. حتى العلاج؟ اي حتى العلاجات. ممتاز. بس طبعا لازم الدكتور يشوفك في النهايه ويشوف حالتك. ممتاز. اليوم او من شوي ذكرت ان الاطباء اللي اليوم موجودين تقريبا 5000 دكتور في هذه المنصه او هذا الابلكيشن. الدكاتره اللي موجودين ذكرت ان في منهم خارج دوله قطر. صحيح. اليوم احنا عندنا بعيد الشر عنا وعنكم، والله يشفي مرضانا ان شاء الله اللي يتعالجون في الخارج. اللهم امين. عندنا مرضى يتعالجون في الخارج، هل متوفر عندك في الابلكيشن او في هذه المنصه دكاتره موجودين في الخارج يتواصلون على طول مع المرضى اللي موجودين في قطر؟ بعكس لك الموضوع. في عندنا زوار من جنوب افريقيا وفي زوار حتى من الخليج يدورون على دكاتره في قطر وفي دول الخليج. ممتاز. فمثلا هالدكتور المعين مختص في العلاج المعين فبروح اسافر عشانه واروح ازوره. اللي تكلم عنه يسمونه السياحه العلاجيه او الميديكال توريزم. وان شاء الله يمكن ندخل فيه في المستقبل اذا درسنا السوق وشفنا له جوده او عملنا فائده. اللي هو ان بنساعدك تدور على دكتور مثلا في المانيا او في تايلند مثلا، وحتى نوفر لك السكن وهالاشياء. بس يبي لكم مصحات. بس يبي لنا مصحات تتعاونون معاها. اي بالضبط. فهذه خطوه للحين يعني حاليا قلت لك العكس اللي قاعدين نسويه. نعم. قاعدين نحاول نجيب المرضى من برا حق الدكاتره اللي عندنا. ممتاز. وعندنا ترى يعني في عندنا وايد دكاتره مختصين في اشياء او علاجات صغيره
مختصه جدا جدا وما حد يعرف عنهم. نعم. فمثل ما قلت مساء ان تقدر تروح على موقع البحث ولا شيء وبتكتب نوع العلاج اللي تبيه ونفس محرك البحث راح يعرف انك في قطر وراح يطلع لك الدكاتره اللي في قطر يوفرون لك العلاج. يعني في لوكيشن سيرفس هو موجود. اكيد اكيد. نعم. اللوكيشن حق العياده نفسها وتشوف الدكاتره لنفس المجال والى اخره. ممتاز. عبد الله لو نتكلم عن دوركم انتم في هذا المشروع، يعني طبعا قبل ما تنتقلون هذا المشروع انت ذكرت انه هناك مثلا كان مشروع وعرضته على الجامعه وكانت في تغيير فكره، يعني ما ابرز المعوقات اللي انت شفتها انت وفريق العمل يعني قبل اطلاق هذه المنصه؟ سواء من الناحيه التكنولوجيه او حتى يعني من الناحيه الشخصيه والمهنيه يعني بينك وبين ربعك وغيره كراس مال كغيره. والله في البدايه احنا بدينا قبل 3 أو 4 سنوات وكان في ما كان في مثل الشركات او ما في حتى الدعم اللي نشوفه اليوم ما شاء الله يعني في قطر. بس كانت في اول الصعوبات ان احنا شلون ناسس الشركه، احنا عندنا اوكي فكره موقع، شلون نحول موقع الى شركه تخدم الناس وشلون اوصل مثلا للشركات العالميه اللي في المجالات. عطنا البدايه كيف كانت؟ والله كانت صعبه، كانت وايد صعبه. اي كلها اقولها. فكنا ندخل عند الدكاتره بنفسنا نشوف من نعرف اول شيء، من ربعنا من دكتور، ونقعد وياهم في المجلس نسالهم يعني سؤالين ثلاث، نتعلم منهم شيئين. نعم. بس عقب تبحث توصل حق الدكاتره اللي اكبر في السن شوي والاكثر خبره، هاي الدكاتره اللي الكل بيروح لهم اصلا. تعينهم بعد مزحومين مواعيد وغيره. اي بالضبط، فعندهم هم عندهم الدكاتره المشرعين عندهم مثلا مشكله انهم مشغولين، بس بنفس الوقت ابعد بشوف مرضى جدد. وعندك الدكتور الجديد اللي مثلا لازم يكون عنده خبره انه يشتغل برا قطر شوي، اتوقع 4 أو 5 سنوات ويجي قطر ان شاء الله ويشتغل دكتور. فالدكتور يكون عنده خبره برا البلاد فما عنده حتى اي مرضى في البلاد يبغي يكون مثلا يبغي يكون مجموعه. فهذه كانت احد الصعوبات اللي واجهتنا في البدايه، بس الحمد لله يعني قمنا نسوي مثلا مدونه، عندنا مدونه رقميه، في عندنا ايميلات نرسلها، وفي عندنا عده يعني شلون تجاوزتوا يعني هذا الشيء؟ كل مشكله يعني احنا في اي شركه رائده، اي شركه صغيره تسويها، انت لازم تعرف انك راح تقوم كل يوم الصبح وتواجه مشكله جديده. واللعبه هي ان شلون اقدر احل المشكله وارضي كل الاطراف. فانا عندي مثلا في بعض الدكاتره قالوا عندنا مشكله مع بعض التعليقات السيئه مثلا. اوكي، فقعدنا معاهم وشفنا شو المشكله وهذه كلها، والحمد لله عرفنا نحل المشكله. قلنا انه خلاص اللي بيحط تعليق لازم يكون مسجل رسميا، يكون حاجز موعد او هكذا. نعم. بالنسبه لتجربه الدكتور نفسه في الابلكيشن في المنصه، شلون شفتوا تجربه الدكتور، رده فعل الدكتور من عقب هذه التجربه، من عقب تعامله مع المستخدمين في هذه المنصه؟ حلو. كان في تخوف في البدايه لان كان في تعليقات ممكن تكون سلبيه. نعم. الدكاترة طبعا شوي تخوفوا، بس الحمد لله بالعكس الحين صاروا متجاوبين. بالعكس ليش؟ لانهم يعرفون ان شلون اقدر اقدم خدمه افضل للمرضى. صاروا حتى يبون يعرفون ان بعض العيادات يبون يعرفون ان كل الريفيوز او التعليقات اللي جاتنا عن هالدكتوره والاخ، خلينا نشوف شلون نقدر نطور. وحتى يعني كانت اغلب المشاكل اللي كانت تواجه مثلا ان تكنسل موعدي ولا شيء، او ان تاخرت على موعد وما خلوني ادخل، والاداره كانت على علم بهالمشاكل هذه وقدرت تحل المشاكل. او موعد مثلا راح علي ما في موعد الا بعد شهر ولا شهرين. بالضبط. وفي بعض الحلول مثلا سوينا لها برامج، في عندنا برنامج سويناه حق العياده نفسها، ان اي مريض مثلا ما قدر يحضر الموعد ولا شيء ممكن انه يغير الموعد على طول بدون ما يكلم على التليفون ولا شيء. جميل. يغير. جميل. على التاريخ ولا على الوقت. كم يعني انا اليوم انا عندي موعد خلينا نقول الساعه 10 بعد ساعتين وشوي، حلو، يمديني اغير ولا هل هناك وقت محدد؟ يمديك على اساس حتى الدكتور نفسه ما يتاثر. يمديك في طريقتين، تقدر تكلم مدي على طول، في عندنا الرقم في البرنامج وفي الموقع، وتقدر تكلم العياده على طول، انا حاجز عن طريق مدي وبغير الموعد وغير لك على طول ان شاء الله. ممتاز. احنا بدي استكمل يعني كلام اخي سعود، يقول بالنسبه كتجربه الاطباء هل ياخذون مثلا هذه التعليقات على محمل الجد؟ يعني هل شفتوا ان دكاتره مثلا تطوروا من بعض اداء مثلا وسع العياده مثلا عند يعني اغلب الدكاتره مثلا المعروفين او الكبار في اكثر من مكان، يعني في مستشفى حكومي وتعينه في عياده خاصه، وحتى بعضهم في قطاع خاص او في قطاع صحي خاص؟ في البدايه في بعض الخدمات اللي احنا نقدمها على الموقع اللي ساعدتنا في تخفيض عدد النوشو او عدد الناس اللي ما يحضر الموعد. هاي كانت مشكله عند الدكاتره وكانوا يبوننا ان احنا ندور لها حل. فقلنا اوكي، فصرنا نطرش حق المرضى رسائل يوم واحد قبل الموعد، 6 ساعات قبل الموعد والى اخره، عشان نذكر المريض بالموعد ويحضر الموعد ان شاء الله. وفي مثلا اشياء ثانيه،
في مثل ما قلت الدكتور اللي مثلا انا حاب اشوف دكتور معين زين، بس في ناس مثلا يتخوفون او انهم يسوون عمليه معينه عند دكتور معين، فممكن يشوفون تعليقات الناس الثانيين اللي على الدكتور نفسه اللي ساعدت في مثلا طبعا حالات الفنادق بعض المرات مثلا مكان هذا غير امن مثلا مكان سلبي وغيره بالضبط. يعني هل مثلا الدكاتره اللي اكثر من 5000 دكتور موجود في 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 هذا المنصه او في هذا الابلكيشن، هل يعتبر يعني ظاهره صحيه يكون في تنافس بينهم بين بعض؟ بالعكس التنافس جيد، بالعكس في عندنا دكاتره شافوا ان في دكاتره في مجال ثاني مثلا احسن منهم ويحاولون يطلعون من عندهم، فصاروا يقدمون عندنا عروض على الموقع وصاروا يحطون العروض على الموقع ويشوفون شلون ممكن افيد هالدكتور او ان اقدر استفيد من مثلا المواعيد المتتاليه. مثلا تروح على دكتور عام بس عقب محتاج تسوي عمليه معينه متخصصه شوي، فانا ممكن اعطيك البروفايل حق الدكتور المعين الثاني واقول لك روح زوره، انا قريت بروفايله وكل شيء وواثق في شغله. زين ما يتحسسون مثلا الدكاتره من الريت من التصويت يعني 5 نجوم 4 نجوم 3 نجوم؟ لا عادي بالعكس بالعكس هم يحبون التعليقات وصاروا حتى ينشرون البروفايل حقهم يعني على الانستغرام وهاي يجمعون تعليقات. ممتاز. بالنسبه للدكاتره اللي موجودين في الابلكيشن، هل كلهم اصحاب عيادات خاصه؟ حاليا نشتغل مع القطاع الخاص وان شاء الله في توجه نشتغل مع القطاع العام قريبا، واجهنا المسؤولين في القطاع العام وان شاء الله بنشتغل معهم قريب، بس حاليا مركزين على القطاع الخاص واكثر شيء الدكاتره الجداد اللي توهم جايين على قطار ولا شيء. نعم. والدكاتره اللي صار لهم خبره كبيره، وبس الخبره اللي اقول لك اوف لاين اللي هي مثلا سمعت عنه في المجلس ولا قالوا لي عنه، احنا نحاول ان نخليه بروفايل اون لاين يصير مشهور على الموقع نفسه. ممتاز جميل. يعني هل يمكنكم مثلا توسعون خدمه المنصه تشمل مثلا التنقل، اقامه كاقامه صحيه، تنقل صحي خاصه يسافرون لاغراض العلاج؟ ذكرت ان بعض الدكاتره جنوب افريقيا غير وجود الدوحه، لكن نبغى نتكلم ناس يروحون علاج. في الحين عندنا مواطنين يروحون الولايات المتحده الامريكيه، المانيا، فرنسا، بريطانيا، هل ممكن تسهل لهم هذا الشيء؟ 100%. واسهل طريقه ان تقول لهم ترى في دكاتره عندنا بنفس الخبره او حتى جايين من المستشفى اللي انت رايح تزوره. في عندنا مثلا كيس ان في واحد كان وده يزور مستشفى في الخارج بس شاف ان في عندنا دكتور في الدوحه كان بنفس المستشفى نفسه هناك وكان شغال مع الدكاتره هناك، فقال خليني اجرب دكتور قبل ما اروح اسافر برا واخسر، لان مو بالكل يقدر يسافر على حساب. صح. ممتاز. في مشروع ان شاء الله بيكون في قطر اللي هو او توجه دوله قطر للسياحه الطبيه في البلاد، انتم دوركم شو ممكن تشوفون ان ميدي ممكن تساهم في هذا المشروع او ممكن انها تكون شريك في هذا المشروع؟ حلو. حاليا الحمد لله عندنا اكثر من 500,000 مستخدم على الموقع، في عندنا مستخدمين اغلب المستخدمين من قطر بس يوجد مستخدمين من الخارج. لما تقدم على موعد في الموقع ولا شيء لازم تحط رقم جوالك، واحنا من رقم الجوال نعرف ان في ناس من برا جايين. نعم. وفي ناس عندنا قلت مثل ما قلت لك ساعه من افريقيا جايين حق قطر عشان يزورون بعض الدكاتره المعينين. او في ناس حتى من الدول العربيه جايين يزورون قطر وفي نفس الوقت بمر على دكتور مدام على الطريق. نعم. قبل ما ننتقل نتكلم عن الكادر الوظيفي اللي عندكم فيها في هذه المنصه، يعني هل تقومون انتم باجراء عمليات تحديث دوريه بالنسبه لتحديث البيانات؟ أكيد. تعرف ان 5000 دكتور عدد غير بسيط. أكيد. يعني فواحد مثلا ما اخذ زماله تطور وخذ زماله في مكان معين او اخذ خبره في مكان معين او مثلا كنسل يعني كان موجود وراح مثلا مكان ثاني والعكس. بالضبط. بالعكس احنا ندعو كل الدكاتره ان اذا في اي تغيير على الموقع تحب تشوفه بالعكس كلمنا. نعم. راح تواصل معك في التيم في الدوحه ويقابلونك ان شاء الله، بس قبل ما تحط اي معلومات لازم تشيك مع وزاره الصحه طبعا، فنقدر نشيك على السيستم عندنا ونشوف ان الدكتور هل فعلا هو عندها المؤهلات اللي يتكلم عنها ولا لا. يعني ما في معارضه مثلا من وزاره الصحه ان انكم تشترون مثلا هذا الدكاتره بغير علمهم او شيء او من الناحيه القانونيه يعني؟ لا لا لا، احنا شركه مسجله في قطر. وطريقه العمل ان احنا نقعد مع الدكتور اول شيء ونقول له بنحطك على الموقع وراح تكون عندك كذا كذا كذا، وجهة العيادة نفسها راح يكون عندهم بعد سيستم ثاني لإدارة الدكاترة اللي عندهم، وبالعكس يعطونا السي في واحنا نشيك على السي في ان هالمؤهلات صحيحة ولا ونحطهم على الموقع بإذن الله تعالى. احنا راح نستكمل الحوار معك عبد الله، لكن هذا وياكم مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ونعود بعد نستكمل الحوار مع السيد عبد الله الخنجي المطور الرقمي وصاحب منصة تطبيق منصة ميدي الإلكترونية، خليكم معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونستكمل حوارنا مع السيد عبد الله الخنجي مطور رقمي. حياك الله، مرحبا بك من جديد. اذا نرجع لشركه او منصه مدي، هذه المنصه هل حصدت على جوائز سواء محليه او حتى دوليه؟ الحمد لله شاركنا في عده مسابقات للشركات الناشئه، ففزنا على جائزة في 2016 في الكويت، وفزنا على جائزة في البحرين، فزنا على جائزة أفضل شركة ناشئة في قطر قبل كم سنة، وآخر جائزة حصلنا عليها اللي هي كانت ICT Exporter of the Year، اللي هي جائزة أفضل شركة موردة للتكنولوجيا في قطر. وكانت الجائزة لأن قدرنا أن نستخدم أن نبرمج المنصة ونصممها في قطر، ونطلعها برا الدول الخليجية وعربية. جميل عبد الله، يعني خلينا نتكلم عن الموظفين. ذكرت هناك 10 موظفين يعملون على فول تايم على مدار الساعة، يعني على الأقل كيف ممكن يساهمون يعني في تطوير هذه المنصة؟ يعني 10 أتوقع يعني عدد ممكن يكون قليل يعني بالنسبة لهم، يعني خاصة كم كبير، يعني 5000 دكتور، تعليقات، زوار. والله الشغل صراحة متعب عندنا، متعب جدا، لأن احنا شركه ناشئه، شركه صغيره، فحتى الفلوس اللي تجينا كاستثمار ولا شيء لازم نستغلها بعنايه بالضبط. فنحاول ندور احسن طريقه، ان يعني مثلا بدل ما نكتب اسم 5000 دكتور نسوي لنا كود صغير برنامج ولا شيء يسرع العمليه ولا شيء. نحاول حتى ان نوظف ناس من بعيد، فعندنا الموظفين اللي نتكلم عنهم العشرة، 6 أو 7 منهم في الدوحه، والباقي مثلا كل واحد في بلاده ويشتغل من عندنا. ففي عندنا تقريبا على الأقل 5 ما يشتغلون من برا، فكل واحد يشتغل في بيته قاعد في مكانه ويحصل راتب وبس. وهالشيء أسهل ليش؟ لأن إذا بجيب نفس الموظف للدوحة بيكلفني أكثر بوايد من السكن ومن إيجار من الأشياء، وبيرجع بلاده. فالحمد لله أنه سهل أنه يشتغل من بعيد من على اللابتوب وخلاص، وكل شيء يعني هو في بلاده ويشتغل وأموره طيبة وبين أهله بالضبط. ممتاز أخوي عبد الله، هذا نبي نتكلم عن تجربتك خاصة في الاستثمار الرقمي، أنك دخلت هذا المجال كشركة صغيرة في المجال الرقمي، خط فيه، خاصة أن التكنولوجيا كل يوم تتطور، صح، وممكن يكون عليك كوست تطوير أقل، كل يوم يرتفع الكوست، صح. في هذه التجربة شلون كانت تجربتك، وشلون أنك استطعت أنك تنشئ هذه المنصة بأقل كوست؟ حلو. في البداية طبعاً كان في قصص، ما بقول فشل، بس كانت في قصص او صعوبات في هالاربع سنين. هذا اللي تعلمك اكيد بالضبط. فانت تبدا مشروع، تبدا مشروعين ثلاث، وتشوف ان هل المشروع اللي بينجح ولا في عندنا مثلا بعض البرامج الصغيره اللي حتى حاولنا نطلعها في السوق بشكل صغير، وجربناها مع عدد صغير من المستخدمين، ونجربها اللي هو مثل البيتا تقريبا، نشوف ان هل هالخاصيه مثلا راح تنفع معاهم ولا ما راح تنفع، واذا نفعت نحط وقت زياده ونطور فيها زياده، اما اذا ما نفعت ما نتعب نفسنا وخلاص نشيلها. ومثل هاي، وحتى عدد يعني في اشياء مثلا صغيره جدا، مثلا لو قلنا واتساب، الكل عنده مثلا برنامج الواتساب، فحطينا زر صغير على الموقع انه ممكن تطق عليه ويكلم ويفتح لك الشات مع موظفينا على الواتساب، تكلمهم على طول وكل شيء. ومن يوم حطيناه حتى زادت نسبه المواعيد عندنا وكل شيء، لان الناس صاروا ان قدروا يسالون حد، ان هل كذا وكذا مثلا. ممتاز عبد الله، شلون تشوف انت يعني استثمار رقمي في الدوحه؟ يعني توجه الدوله اللهم لك الحمد الى التطور التكنولوجي والتطور الرقمي في جميع مؤسسات الدوله، حتى ايضا المؤسسات الخاصه، هل تشوف ان التوجه هذا او الاستثمار هذا مفيد ومربح ومكسب ايضا للوقت ومكسب ايضا كماده وايضا يختصر الوقت؟ الاستثمارات الرقميه تقريبا هي خطرة جدا للأمانة، خطرة جدا، فيها ريسك، يعني ريسك عالي جدا. كيف؟ كلنا نطلب أكل أونلاين، وأنت تعرف الموقع اللي تستخدمه. هالموقع ما كان موجود قبل كم سنة، بس كان في شركات صغيرة في قطر توفر نفس الخدمة بالضبط، بس هالشركات ما قدرت تنجح، إنزين، وجات الشركات الكبيرة من برا وحصلت استثمارات بمئات الملايين، وقدرت أنها تدخل السوق بكل سهولة. أوكي، شو السبب يعني؟ السبب أنهم يعني كمعرفة الناس أو كتوعية الناس نفسهم أو لا؟ خبرة الشركة صراحة، مثلا الشركات اللي دخلت الدوحة يعني من برا كان عندها خبرة على الأقل 6-7 سنوات قبل ما تكون الدوحة. كبير. أي بالضبط. فاسمهم كبير وعندهم خبرة مثلا في أي دولة كانوا فيها، ويجون يطبقون بعض الأشياء وبعدين يحاولون أن يقربونها للمجتمع أو للثقافة القطرية مثلا. فتكون أقرب للناس يعني.
تكون اقرب ويدرسون السوق، وفي شركات دخلت الدوحه وما قدرت وطلعت على طول. بس اليوم انا خلينا نقول اخوي عبد الله، انا اليوم ابى اسوي لي منصه، ابى اسوي لي ابلكيشن يخدم المجتمع، بس هذا الابلكيشن موجود يعني حلو. موجود خلينا نقول في الدوحه، ايش اللي انا اقدر اسويه على اساس انافس اللي موجود في نفس المجال معاي، او ايش اللي اقدر اسويه على اساس ما ادخل هذا المجال واخسر على طول؟ حلو. قبل اربع سنين كان ما في هالمسات اللي تقدر تساعدك هالاشياء، بس اليوم في عندك حاضنه قطر للاعمال، عندك وزاره الاتصالات عندهم حاضنه اعمال، عندك كيو اس تي بي واحد العلوم والتكنولوجيا عندهم حاضنه اعمال، وفي حضانات اعمال اصغر بعد ما سمعت عنهم، ممكن يساعدونك في انهم يطورون فكرتك من مجرد فكره في مخك الى حتى كونسبت على ورقه، وحتى الورقه ترويها حق الكاستمر في البدايه، وبيقول لك روح المجمع، روح اسال الناس هل تبي تستخدم هالفكره، كم تدفع لها؟ زين، وحتى في ناس يقول لك اذا تبيها من الحين ادفع لي من الحين، والله في ناس يجمعوا فلوس على ورقه وكونسبت وسكتش وبس، وعقبها تاكدوا ان في السوق رغبه او في ديماند حق هالمشروع هالفكره. فدائما اقول حق الناس ان في البدايه ابدا على شيء صغير، ابدا مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي، سوي لك صفحه صغيره هناك ببلاش واعرضها في السوق وشوف شلون، شوف تقبل الناس للفكره وشي. منها تقدر تسوي موقع بسيط، منها تقدر تسوي ابلكيشن، والابلكيشن راح يكلفك زياده وكل شيء، بس حبه حبه تقدر يعني تخصص الميزانيه للشركه شوي شوي، بحيث انك تتاكد ان لما توصل للمنتج النهائي اللي توصل له الناس اوريدي عندهم البرنامج يستخدمونه وكل شيء. بس مثل ما ذكرت مقطع كلامك الا بالخير اخوي عبد الله، انت قلت تبتدي حبه حبه شوي شوي، تبتدي من الموقع الالكتروني، بعدها الابلكيشن اللي هو بيكلف اكثر على اساس انك تطور لك ابلكيشن، ولكن اليوم احنا هنشوف يعني مستخدمين الابلكيشن اضعاف اللي يستخدمون الموقع الالكتروني. صحيح، 70-80% من المستخدمين على الجوال اليوم، اي بس تقدر تسوي موقع يشتغل على الجوال. هاي الطريقه اللي اسهل من انك تسوي برنامج مخصص كامل. اي تبي الاسعار التقريبيه مثلا عشان اسوي موقع يشتغل على الجوال بيكلفني من 5-10,000 ريال مثلا، بس عشان اسوي ابلكيشن على الايفون والاندرويد بيكلفني 30,000، ففرق السعر يلعب دور كبير. فدائما ننصح ان اسوي موقع صغير، جرب الفكره في السوق وشوف تقبل الناس قبل ما تبدا تستثمر في البرنامج اللي ما بيخلص الا بعد خمس او ست شهور. طيب عبد الله، يعني هل التطور هذا الرقمي في الدوحه يعني ممكن يفيد الشباب؟ انت ذكرت انه كبدايه ممكن مثلا ينشئ مثلا صفحه معينه، لكن كيف ممكن ينجز؟ كيف ممكن يحقق مثل ما حقق عبد الله او غيره مثلا من الشباب القطري، يعني في مثلا تأسيس شركة صغيرة أو مشروع صغير، وأيضا مع الأيام مع السنوات أنه ممكن يكبر ويحقق له عائد كبير، أيضا نفس الوقت يفيد البلاد يعني. حلو. الحمد لله، بالعكس الشباب اليوم متحمسين وأشوفهم يبدون بأفكار وبدون يكونون فريق عمل وكل شيء. نعم. في بعض الشباب للأسف ليه عندهم فكرة غلط، أني ما بيقول فكرتي حق حد أسمى حد يبوقها. بالعكس إحنا نرحب أنه بالعكس قول فكرتك حق حد وشوف هل ممكن يقدر يشاركك سواء بالعمل معك او بالاستثمار معك بالفلوس. عقبها على طول ننصح ان روح لاحد الشركات اللي ممكن تخدمك في البلاد، بنك التنميه، مركز بدايه، او حتى حضانات الاعمال اللي ذكرتهم قبل شوي. نعم. هذول كلهم راح ياخذون فكرتك ويساعدونك في تطويرها لهدف تطوير البلاد، زياده عدد التوظيف والاخ. نعم. هل انتم تقدمون خدمات معينه؟ احنا مش عياده، لا احنا موقع. لا الموقع نفسه يعني بشكل عام خلينا نقول نوفر خدمات، بس الخدمات اكثر حق الدكاتره وحق العيادات نفسهم. نعم. ايش هي الخدمات؟ في خدمات رقميه للدعايه والاعلان، اللي مثلا الدعايه عبر التواصل الاجتماعي، عبر منصاتنا وهالاشياء. وفي دعايه في يعني اسمه يروح فوق اول شيء؟ شلون؟ اسمه اقول يروح فوق اول شيء في الابلكيشن او في الموقع؟ لا على حسب التعليقات وعلى حسب يعني التعامل مع الناس. بس في مكان احنا مخصصينه فوق ومكتوب عليه اعلان، وهاي مثلا دعايات اللي ممكن دكتور اذا شاف نفسه انه والله هالشهر ما جاني زوار كثار، فممكن اني بروموت ماي سيلف او اني انشر نفسي زياده عشان احصل ناس زياده. الله يعطيك العافيه المطور الرقمي عبد الله الخنجي، يعطيك العافيه وموفقين ان شاء الله يا اخوي. اسمح لنا عاد اخذناك من الاسئله. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. مرحبا. الله يحييك. في موضوع اخر مشاهدينا الكرام، افتتحت وزاره الثقافه والرياضه فعاليات منتدى الشباب العربي الأوروبي لتحالف الحضارات، وذلك بمشاركة 80 شابا وفتاة من 25 دولة عربية وأجنبية.
وسط حضور دبلوماسي وثقافي، افتتح سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة فعاليات منتدى الشباب العربي الأوروبي لتحالف الحضارات، والذي تحتضنه الدوحة للمرة الثالثة، ويشارك فيه 80 شاباً وفتاة من 25 دولة عربية وأجنبية. يأتي افتتاح منتدى تحالف الحضارات لتوثيق الحوار بين الثقافات باعتباره حصيلة لتربية سلوكية للشباب وتراكم معرفي وممارسة عملية لقيم التسامح والتعايش والقبول بالآخر المختلف في إطار الاحترام المتبادل والتعاون لبناء جسور الثقة بين الأمم. مشاهدينا الكرام، بذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. ورحب باقتراحاتكم واستفساراتكم في أي وقت، ونشوفكم إن شاء الله على خير. في أمان الله. في أمان الله.